اثنين، اوكي راح اثنين. شكرا لفت دوح ب 1005. مين بقول 1006؟ حدا ب 1006؟ مين بزيد 1007؟ مين بقول 1007؟ شكرا لفت دوح. المعرض اسمه قدرات، هو نشاط عم تعمله مركز أسيل بالتعاون مع فنانين لحتى بمكان ما نعمل نسلط الضوء على موضوع التدخل المبكر، وبذات الوقت يكون نوع دعم لها المركز لحتى يقدر يقدم الخدمة النموذجية اللي عم يقدمها. هو المركز بيقدم خدمة للأسر واللي عندهم بيبي عنده سبيشال نيد تحت 3 سنين. دراسات هلا بتبين انه الدماغ جاهز قبل لحتى يعمل نوع من نقدر نوصل الطفل لاقصى قدراته اذا عملنا العلاج المضبوط وقدرنا نحيط كمان اسرته من الجانب النفسي ونخليهم هن بارت من هالفريق المتعدد الاختصاصات. مركز أسيل كل سنة بيعملوا شيء خاصه بالفن، وبلشت أحكي مع الفنانين على صعيد شخصي اللي بعرفهم وهيك، والحمد لله لقيت حماس رهيب لقصة أسيل بالذات ولشو بتعمل أسيل، فكانوا كثير محمسين الفنانين و يعني هدونا كل هاللوحات اللي هون، وعلى أساس الريع تبع هيدا اللوحات بروح لمؤسسة أسيل. عنا بصراحة 38 فنان ضمنهم فنانين بالمزاد، وعنا 53 عمل فني موجود، يعني في فنانين مقدمين أكثر من لوحة كمان. هذا الموضوع يعني عندي إحساس خاص فيه، خاصة بحب كثير الولد الصغار يعني خاصة مشاكلهم وكذا، وبما أنه يعني فينا نساعد وبذات الوقت عم نفرجي فن بقى يعني بتناسبني مزبوط، وانا نفسيا يعني بكون حسيت حالي عملت شيء منيح. حبيت انا الغايه لهالمعرض منشجع الجمعيه جمعيه اسيل تتقدر تكفي تتقدر توقف على اجريها اكثر واكثر تتقدر تكفي بعطاءاتها اللي هي انه تكتشف قدرات الولد من هو صغير.